مهمة شريفة، الدفاع عن حدود التعب ضد الإرهاب، ضد المهربين، وضد حتى عدو كلاسيكي، لأن الجزائر هي أقوى دولة في المنطقة. السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي، صلوا على رسول صلى الله عليه وسلم. جوارينا اللي هوك اللي دائما متابعين الجزائر راهم داخلينها غير حفتر، يعني حفتر تهدد الجزائر، حفتر حتى الجزائر، حفتر تقاسم الجزائر، حفتر حفتر، يعني ما عندهمش موضوع داخل من غير حفتر خوتنا. المهم حفتر من قبل هدت الجزائر والجزائر ردت عليها على المباشر، يعني بغات تسيي روحها الجزائر كانت واجده، وهذه المره راهي باغيه تسيي روحها ايضا، بصح الجيش الجزائري راه واجد وراه متمركز في الحدود، يعني حنا ما عندناش ليزارات ويجي الخليج يلوسو كامل، حنا عندنا حدود وعندنا رجال واقفين. المهم في هذا الفيديو غادي تشوفوا كيفاش الرد من الجزائريين على حفتر وامثالها. تابعوا معنا، لي لايك البارطاج على الفيديو، اللي ماش مشترك يشترك وفعل زر الجرس. خاوتي قبل ما نبداو لي لايك البارطاج، يعني راني نقول لكم لي لايك البارطاج ماشي بطل، باش تدعموا الفيديو ما تخلوش يطيحوا العياشه، واللي ماش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس. وخلونا نبداو بسم الله. بقلق شديد وبإدانة بأقصى عبارات الإدانة لتنقل ميليشيات حفتر إلى الجنوب الغربي من الحدود الليبية التي تحاذي حدود الجزائر. المهم هذا الفيديو تاع عبد القادر بن قرينا، واحد الناس داواه وقعدوا يخدموا بيه باللي حفتر راهي تهدد في الجزائر والجزائريين هم خايفين. واحد الناس مجاونين، زيدوا تبعوا باش تعرفوا واش كان يتكلم في هذا الفيديو. ونتذكر قبل سنة تصريح حفتر وبدون أي مقدمات وبدون أي أسباب، عندما صرح بصريح العبارة بأننا وفي خلال 5 دقائق بإمكاننا نقل المعركة إلى الساحة الجزائرية. قلت لكم بلي حفتر ما قبل سي باش يهدد الجزائر، بصح الجزائر ردت عليه، الجيش كان واجد ورد عليه مباشرة. معليش زيدوا تبعوا وسمعوا. ونحن كحزب سياسي تقع عليه مسؤولية حماية والمشاركة في صيانة وديعة الشهداء وفي المحافظة على الأمن والاستقرار وفي دعم جهود جيشنا المرابط. يعني عبد القادر بن قرينا كي تتكلم هذا الكلام راش يقول لكم بلي حفتر راهي احتلت الجزائر ولا رانا خايفين ولا لا، بلاد شهداء ما تهددش. زيدوا تبعوا السماء. على الثغور وفي وضع يدنا في يد مختلف مؤسسات او اجهزتنا الامنيه للدفاع عن السياده، وفي التحامنا مع رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه والموجه للدبلوماسية الجزائرية، أن نضع أولا كل قدراتنا وإمكانياتنا ومواقفنا وبياناتنا وتصريحاتنا تحت تصرف مؤسسات دولتنا. المهم عبد القادر بن قرينا في هذا الفيديو كان يقول بلي الجزائر لازم تكون واجدة، ويعني احنا عندنا رجال لازم يكونوا واجدين، لان الوضع من جهه الحدود تاع ليبيا ما راهش يطمن، يعني حفتر راكم تشوفوا واش راه يدير، بصح الناس اللي هو فهموها بمعنى واحد اخر، راهم حاسبين بلي الجزائر راهي تشكي وخايفه من حفتر. لي لايك وزيدوا تبعوا خوتنا. ثانيا نسلم بان صلاحيه الامن والدفاع والخارجيه هي من صميم صلاحيات رئيس الجمهوريه كما ينص على ذلك الدستور، إلنا كحزب تمثيلي من حقنا، ولم نسمع بعد أي موقف لوزير خارجيتنا، أننا نعبر عن قلقنا الشديد تحت رقابة مؤسسات دولتنا من هذا التحرك الذي نتوجس منه خيفة من هذا المدعو حفتر، ليس لكونه هو الأداة، وإنما لكونه أداة وظيفية، أو ليس لكونه أداة وظيفية، وإنما نتكلم على من وظفه
ووظف غيره في عديد من الساحات المجاورة لحدودنا الجنوبية، أو الدعم المستمر لنظام المخزن الغادر. المهم كما سمعتوا واش تكلم عبد القادر بن كريم، يعني قال لكم هذا حفتر ماشي هو اللي راه يهدد في الجزائر، يعني هو اصلا راهم يخدموا به، واللي راهم يخدموا به هما اللي كانوا يخدموا من جهه الجنوب تاع الجزائر في النيجر وفي مالي، وحتى من جهه الناس اللي هوك. راكم فاهمين خلطنا، يعني كي لقاو الناس اللي هوك ما يديروا والو باردين بغاو يدوروهم من جهه حفتر، هم حاسبين بلي حفتر يقدر يدخل الجزائر ولا يقدر يزرع مشاكل في الحدود تاع الجزائر وكامل، وفي الوقت اللي راهي الجزائر مقبله فيه على الرئاسيات. بصح حبيت نوصلهم غير رساله، الجزائر مازال لحد الان ما تحركتش ولا ردت على حفتر، الجزائر الحدود تاعها راهم محميين، كاين رجال راهم واقفين، بصح مازال لحد الان ما ردتش على هذا حفتر، من قبل ردت عليه وبلعت له فمها، بصح هذه المره اذا ردت غادي ترد بكل قوه، الجزائر فيها رجال واقفين، يعني ما غادي نخافوا لا من حفتر لا من غيرها، رغم ان عندنا انتخابات رئاسيه بصح رانا موجودين لكل شيء، الامن والامان يبقى في الجزائر، يعني لا ما جيت الجيش لا ما جيت الشعب. غير ما تقلقوش خاوتنا، لي لايك زيدوا تبعوا تشوفوا الرد خاوتنا على هذا حفتر وعلى الناس اللي راهم يخدموا به. حفتر انا معلوماتي عليه اللي نعرفها انا على حفتر، حنا نعرفوا باللي حفتر عباره بمعنى طومبه، القذافي سماها طومبه، خزرنا لقيناها طومبه صح. دوك هذا الطومبه هذا دار خلط في ليبيا، هو اللي خلطها ليبيا، هو اللي خلطها. انسان طماع، انسان يريد ان يحكم بالسيف، لا شرعيه صندوق لا انتخابات لا سيدي زكريا. هم تسمعوا واش راه يتكلم خونا مصطفى بونيف على هذا حفتر، يعني ما كان والو بالنسبه لينا احنا كجزائريين، ما يبان لنا والو هذا حفتر. زيدوا تبعوا. ماهوش مستعرف بالانتخابات، مش حاب يمشي، مش حاب يمشي في مسار انتخابي. يعني هو طومبا والمراكه طوالب ثاني، المراكه ثاني طوالب، قالوا لهم يا ودي نمشوا فيه في نمشوا في تقرير مصيرنا، مش حابين الصحراويين يقرروا مصيرهم بالتصويت، حساسيه عندهم من صندوق التصويت، من صندوق الانتخاب. على بها وحاكم من هبال، لانه الجزائر رايحه تنظم ربما الانتخابات العشرين الرئاسيه في تاريخها. الجزائر الحمد لله الامور لا تمشي بالانتخابات، الشعب هو السيد. يعني هما في هذا الوقت راهم يشوفوا باللي الجزائر فيها انتخابات والشعب هو اللي قرر كامل. راهم ركبتهم العبره، راكم فاهمين، هما عندهم مالك، راكم فاهمين، كي يروح الملك يجي ملك اخر، والناس اللي منا راهم باغيين يحكموا بالسيف، يعني حفتر راه باغي يحكم بالسيف في ليبيا، والليبيين ما راهمش قابلين هذا الشيء، وما راهمش قابلين اصلا، يعني زيدوا تبعوا خوتنا. الشعب هو اللي قرر هنا عندنا في الجزائر، احنا الجزائر قررنا نديروا انتخابات رئاسيه، رانا في الانتخابات الرئاسيه، الشعب الجزائري هو اللي اختار الرئيس تاعه، وفي 2019 درنا انتخابات، وقبل 2019 درنا انتخابات. بوتفليقه وصل الى الحكم بالانتخابات، بوكا ما داش بالعافيه وتقول لي العسكر ما العسكر، انا نقول لك درنا انتخابات. عندنا صندوق وعندنا انتخابات وعندنا عندنا لجان مراقبه انتخابات وما والحمد لله. الشعب الجزائري من اللي خلق هو شعب سيد. شعب سيد. عندنا الدستور نتاعنا يا العياشه يا البراتيش ويا الجرذان نتاع حفتر، عندنا ماده في الدستور تقول السياده الوطنيه ملك للشعب وحده. والشعب مصدر لكل سلطه. هذه موجوده في الدستور العياشي، لا ماكش مامن نروح نوريك. بالتالي الشعب هو اللي قرر في بلاده، وديجا راه قالها الرئيس تاعنا عم يتبون في روسيا، يعني قال لهم باللي الجزائريين ولدوا احرار ويعيشوا احرار في حياتهم وفي قراراتهم، يعني ما يجيش انا واحد ويقول لي ركع لي وبوستي ويقول لي عاش. زيدوا تبعوا. الشعب هو المصدر نتاع السلطه التنفيذيه، الشعب هو المصدر تاعها. حنا اللي نخيروا رئيسنا. رئيس الجمهوريه يختاره الشعب. والسلطة التشريعية أيضا من اختيار الشعب. احنا اللي اخترنا النواب تاعنا تاع البرلمان. واحنا اللي اخترنا النواب تاعنا بمجلس في مجلس الأمة بموجب الاقتراع غير المباشر. هكذا. إذا السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية هي مصدرها الشعب. والقضاة ولادنا ولاد الشعب. يعني في بلادنا الشعب هو اللي قرر، بصح في بلادكم أنتم بوس وركع وقول عاش، ماشي كيف كيف، قلنا لكم اللي ما راناش كيف كيف. وبالنسبه لليبيا الشيء اللي راه واقع الان، حفتر راه باغي يحكم كيما عندكم انتوما، يعني راه باغي يردهم كيفهم، بصح الليبيين عرفوهم باللي رجال وما يخلوش هذا حفتر وغيره يتحكم فيهم كيما راه يحكم فيكم ميسيس تاعكم. هذه هي، زيدوا تبعوا وسمعوا. الشعب مصدر لكل سلطه، والسياده الوطنيه ملك للشعب وحده. احنا ملي خلقنا في هذه الدنيا احنا الجزائريين، ملي حلينا عينينا حليناها على الديمقراطيه، نستشار في كل الظروف وفي كل الاحتمالات، ورانا رايحين نديروا انتخابات رئاسيه ان شاء الله اجلها بعد ايام. رايحين نختاروا الرئيس اللي يجي على قسطنا،
عاجبنا تبون تبون يديها بالشرعيه، شرعيه الصندوق، شرعيه الانتخاب، الشيء اللي عمرك ما تحلم بها العياشي. العياشي ما يعرفش حاجه يسموها انتخابات. العياشي عنده ملك ظالم ورث العرش عن ابيه الظالم اذا كان والده. المهم كيما سمعتوا واش تكلم خونا مصطفى بوني في هذا الفيديو، هذا الرد على حفتر وامثاله. يعني بالنسبه ليكم انتم اللي راكم تقولوا بلي حفتر راه يهدد وحفتر وحفتر وحفتر، بالنسبه لينا احنا هذا حفتر ما كان والو. يعني راه وصفها لكم خونا مصطفى بوني واش يعني نحن حفتر. يعني مثالي حفتر يظل يهدد من بعيد، يعني من قبل خرج وتكلم ردت عليه الجزيره على المباشر، وهذه المره راه باغي يسير روحه بصح والله ما يقدر، لان الجيش راه موجود في الحدود، الرجال راهم واقفين، يعني اي تحرك من حفتر وامثاله مباشره ما غاديش نراطوه، يعني كون نحسوا ندخلوا ليبيا ونكملوا معاه. لي لايك وزيدوا تبعوا خوتنا. تكفلت بعض القنوات الاعلاميه وبعض الصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر بعض الاخبار التي تداولت بكثره خلال الساعات القليله الماضيه، تزامنا مع حمله اعلاميه يقودها الاعلام المعادي لمصالح دول المنطقه، مشيره في ذات السياق عن توغل الجيش الجزائري بعمق 70 كيلومتر داخل التراب الليبي قرب منطقه غدامس التي يحاول المتشرد خليفه حفتر السيطره عليها بالاستعانه بمرتزقه فاغنر. المهم كما سمعتوا راهم يقولوا بلي الجيش الجزائري راه دخل الحدود تاع ليبيا 70 كيلومتر، يعني بعد ما حفتر حاول يسيطر على المنطقه اللي بجانب الحدود تاع الجزائر، واللي راهم ينشروا في هذا الشيء هما القنوات والصفحات اللي كانوا يقولوا بلي حفتر احتل الجزائر وكامل. عجوارينا ليوك وغيرهم، معليش لي لايك وزيدوا تبعوا وسمعوا وسمعوا. ضمن عمليه عسكريه كشف عن اهدافها، ادعى من خلالها انها ترمي لحمايه ليبيا ووقف نزيف الارهاب، واشارت المصادر ان توغل الجيش الجزائري ياتي لمنع تقدم ميليشيات المتشرد خليفه حفتر نحو الحدود الليبيه غير المرسمه بين ليبيا والجزائر والممتده على مسافه 1000 كيلومتر. المهم كما سمعتوا هذو القنوات كامل اللي راهم يقولوا بلي الجزائر الجيش تاعها دخل 70 كيلومتر ليبيا، راهم يقولوا باللي ادخل باش يمنع حفتر من التقدم هذا مكان. معليش لي لايك وزيدوا تبعوا خوتنا. ضيف ذات الابواق الاعلاميه قبل ان ترد بعض الاصوات الاعلاميه في الجزائر ان الخبر المتداول عن توغل الجيش الجزائري على عمق 70 كيلومتر نحو منطقه غدامس عار من الصحه، مضيفه في ذات السياق بان الجيش الجزائري لم يتوغل برا نحو المناطق الليبيه بل هو متمركز على طول الحدود الليبيه الجزائريه. المهم سمعتوا يعني هذو الاخبار ما كانش كاع منها، يعني الجيش تاعنا عمره لا غادي يدخل برا الحدود تاع ليبيا، يعني راه متمركز في الحدود تاع الجزائر هذا مكان. قلتها لكم ونعاودها لكم، الجيش تاعنا راه موجود في الحدود تاعنا وما غاديش يدخل للحدود تاع ليبيا الا اذا راكم فاهمين. لي لايك وزيدوا تبعوا. يراقب تطورات الاوضاع الامنيه بالجوار ويده على الزناد، مضيفه في ذات السياق ان الطيران الحربي الجزائري هو الوحيد المخول له للتحليق فوق الاجواء الليبيه بتنسيق مسبق مع حكومه الوحده الليبيه بقياده المنفي. وبين هذا وذاك لم تشر القنوات الرسميه في ليبيا ولا في الجزائر عن صحه الاخبار المتداوله، تاركه المجال لبعض الابواق الإعلامية خاصة المغربية والصهيونية لنشر الأخبار المغلوطة بغية تلغيم المنطقة. المهم كما سمعتوا واش تكلم خونا في هذا الفيديو، يعني راه يقول لكم بلي هذه الأخبار كاع ما كاش منها، يعني باش الجيش الجزائري يدخل 70 كيلومتر حدود ليبيا وكامل ما كاش منها خوتنا. يعني صحيح طيران تاع الجزائر راه يحلق في ليبيا عادي يدخل حدود تاع ليبيا وكامل، لأن هذا بالتشاور مع الحكومة تاع ليبيا وكامل، يعني راهم متفقين على هذا الشيء. بصح الجيش تاعنا باش يدخل بر للحدود تاع ليبيا و70 كيلومتر ما كانش كاع منها خوتنا. الجيش تاعنا صحيح راه موجود في الحدود تاع ليبيا وراه ينتظر أي حاجة، يعني راه ينتظر بفارغ الصبر راه موجد روحه، أي حاجة تخرب في الحدود تاع الجزائر ما غاديش نجملوا عليهم. بصح باش ندخلوا للحدود تاع ليبيا و70 كيلومتر ما كانش كاع منها خوتنا، يعني هادو مجرد اشاعات وكامل راهم يتناولوهم هذوك الناس جوارينا وحبابهم. لي لايك وزيدوا تبعوا باش تشوفوا واش صرا للحفتر وغيرهم في الحدود تاع ليبيا والجزائر. تبعوا تبعوا هذا وهذا هم وها كديروا ديال جماعه قدم قدم يوصل نوا يا جماعه ولا غنوا ها المهم هادو السيول جاو من الجبال تاع الجزائر خوتنا، وكامل الجيوش تاع حفتر اللي كانوا هنايا كامل هربوا بعد ما شافوا هادو السيول. زيدوا تبعوا اهو ما هو مكان يا وطن
في مشهد مثير لشفقة تعرض له المتشرد خليفة حفتر الذي يبحث كالكلب عن الدعم الغربي الصهيوني والعربي المتواضع معه في احتلال ليبيا ووضعها تحت تصرف الغرب والكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال. يعني غادي يخرج واحد الناس مجاورين غادي يقول لك بلي هذا سبب الجزائر، غادي يقول لك بلي هادو السيول اللي جاوا من الجبال هذه الجزائر هي اللي دارت هذا الشيء ولا العسكر، راكم عارفينهم. زيدوا تتبعوا معلش. تعرضت ميليشياته لهجوم غير متوقع بعدما نشر احد مرتزقة ميليشيات حفتر فيديو يقول فيه انه يوثق لسيول جارفة قادمة من وراء الجبال الجزائرية المحاذية للشريط الحدودي الليبي على مستوى غات. واشارت بعض المصادر ان مرتزقة حفتر التي تحاول السيطرة على منطقة غدامس غرقت في سيول جارفة قادمة من وراء جبال الجزائر، مشيرة في ذات السياق انه تم فقدان الاتصال بعدد غير محدد من مرتزقة ميليشيات حفتر اثر سيول جارفة داهمت تمركزاتهم. المهم كيما شفتوا واش صرا الحفتر في الحدود الجزائريه الليبيه، يعني هذا غير سيول جايين من الجبال تاع الجزائر واش صرا فيهم، وتحالى يخرجوا حرب مع الرجال تاع الجزائر، لا حول ولا قوه الا بالله، يعني ربي بغى يبين الحقيقه تاع هادو حفتر، راكم تشوفوا ما كان والو، يعني هادو غير سيول هاودوا عليهم هربوا كامل عطاوها وكاين اللي غرقوا كامل، لا حول ولا قوه الا بالله، ومن بعد يخرج العياشي يقول لك حفتر قسمت الجزائر، حفتر تهدد، حفتر دير، يعني انا قلتها لكم ونعاودها لكم، الرئيس تاعنا عمي تبون في جمله واحده راه رد، يعني قال لهم حفتر تشك ما كان والو وما تقدر دير والو وما كاش قوه تقدر تهدد الجزائر، يعني كي سقسوا قال لهم تشك من التالي، فوت فوت، تشك وفوت فوت، يعني على باله شرا يتكلم بها، يعني على باله باللي حفتر ما تقدرش تدير قد تنهض للجزائر، اصلا من قبل هي تكلمت ردينا عليهم، او لا كانت حفتر هادو رجالو كامل الحدود راهم قبالهم، يعني اللي يقدر يقرب الجزائر الحدود راهي قبالكم، بصح حتى واحد ما يقدر، واصلا غادي نوريكم واحد المقطع اخير قبل ما ننهي الفيديو باش تشوفوا القائد تاعنا شنقريحه واش تكلم، تابعوا وسمعوا، حلوا وديكم غايه العياشه. مهمة شريفة الدفاع عن الحدود تاعنا. ضد الإرهاب، ضد المهربين، وضد حتى عدو كلاسيكي. لأن الجزائر هي أقوى دولة في المنطقة، أقوى دولة برئاستها، بحكومتها، بالمؤسسات تاعها كلها، وبالجيش الوطني الشعبي تاعها اللي برز وثبت وبرهن. بسم الله الرحمن الرحيم. هزم الإرهاب كما جدودنا وبينا هزموا فرنسا أثناء حرب. المهم كيما سمعتوا واش تكلم القائد شنقريحه في هذا الفيديو، يعني راه يرد على كامل اعداء الجزائر والناس اللي راهم يحاولوا يخلطوا في الجزائر، سمعتوا؟ الجزائر اقوى دوله في المنطقه، يعني اللي يقدر يريبوندي اروح مرحبا بك، يعني هو ما راش خرج وتكلم غير هكا، كي قال لكم اقوى دوله في المنطقه ما راش يتكلم هكا، يعني اللي راه قادر ارواحوا تقدموا، يعني الا عرفناكم رجال الحدود راهي باينه لكم، تعرفوا الحدود تاعكم تقدموا، رجال راهم واقفين. وعمرهم لا غادي يتخلوا على بلادهم وكون بالموت وما يسمحوش بلادهم، لان احنا زدنا رجال تربينا رجال وكبرنا رجال، ماشي كيما اللي يزيد يبوس ويركع وينحس تحت السياده، ماشي كيف كيف. المهم كيما شفتوا معنا في هذا الفيديو الرد على حفتر وامثاله، يعني حفتر والناس اللي راهي واقفه معاه وتدعم فيه سواء اعلاميا ولا سواء يضفروا فيه ويخلصوا فيه ولا يمدوا له في السلاح وكامل، يعني هذا الرد عليهم كامل في هذا الفيديو، يعني لا حفتر لا غيرها تقدر تخرب في الجزائر، والحدود تاع الجزائر راهي محميه، والاشاعات اللي راهم ينشروهم بلي الجيش تاعنا دخل الحدود تاع ليبيا وكامل ما كاش كاع منها خوتنا، يعني صحيح الطيران تاعنا راهي تدخل الحدود تاع ليبيا وكامل هذا باتفاق بين ليبيا والجزائر، بصح البر الجيش ما دخلش خوتنا برا، يعني الجيش راه متمركز في الحدود تاع الجزائر، اي غلطه اي تدخل من حفتر ولا غيره غادي نكملوا معهم مباشرة، يعني حنايا رانا نحمو في بلادنا ونحمو الحدود تاع بلادنا، قالها الرئيس تاعنا من قبل وقالها الزعيم هو اللي بومدير ربي يرحمه. المهم شكرا لكامل الناس اللي تابعوا معي الفيديو حتى النهاية، ربي يحفظكم، اعطونا رايكم في التعليقات وتهلونا في العيشة، وبلا ما نوصيكم الدعم ثم الدعم خاوتنا، رانا نتعرضوا بزاف هجومات نحتاج منكم غير الدعم، لي لايك والبارتاج وشوية تعليقات خاوتنا، كثرونا من التعليقات وكثرونا من لي لايك باش يطلع الفيديو وما يطيحوش العيشة وغيرهم. واللي مش مشترك اشترك وفعل زر الجرس باش يوصلك فيديو جديد اللي راح نحطهم في القناه. ان شاء الله نتلاقاو في حلقه جديده. سلام.